وللحديث أكثر عن تزايد نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في العراق وموقف المبعوث الأممية منه، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي السفير فاروق فتيان الراوي. أهلا بك معنا دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور فاروق. بداية، يعني استعراض القوة بين الميليشيات يقرأ على أنه جزء من صراع خفي يخرج على السطح، أين تقف الحكومة في بغداد من تنامي نفوذ الميليشيات وتضاؤل سلطة الدولة أمام قوة الميليشيات؟ الحقيقة لو رجعنا إلى الخلف أن هذه الميليشيات هي تابعة لنفس الأحزاب، يعني هذه الميليشيات لم تأتي من الفراغ، هذه الميليشيات هي استمرار وولدت من رحم المنظمات والأحزاب والكتل السياسية اللي جاءت مع الاحتلال. يعني إذا كانت بدر أو كانت جيش المهدي أو أغلب هذه الميليشيات هي ولدت من رحم تلك الأحزاب، وهي تعود إلى ولائها إلى إيران التي هي توجه كل الكتل السياسية الموجودة في الحكومة العراقية ما بعد 2005 ولحد هذه اللحظة. لا زالت إيران هي المتنفذ رقم واحد في الوضع السياسي في البلاد. ما أثر تنامي هذا النفوذ، نفوذ الميليشيات، على الصعيدين لربما الداخلي والإقليمي برأيك؟ ربما في هذه الأيام هناك نوع من الاختلاف، وللمرة الأولى في عهد مصطفى الكاظمي في الأشهر الأخيرة بدأت تظهر بوادر نوع من الاختلافات حتى داخل الميليشيات نفسها. يعني شكل الحشد الشعبي بقرار وب فتوى من السيستاني، وكان الى صدى ديني اكثر من ما هو قرار حكومي، ولذلك بقت هذه الميليشيات باعتقادي هي خارج نطاق الدوله، وخارج، على الرغم من انها تستلم الحشد الشعبي وكافه الفصائل تستلم ميزانياتها من الدولة ومن الحكومة، وحتى سلاحها، هذا السلاح اللي استعرضت به قبل يومين أو قبل 3 أيام، من أين جاءت هذه الأسلحة؟ هذه الأسلحة هي نفس الأسلحة اللي تسلح بها القوات المسلحة أو الفصائل الأخرى. فإذا أنا باعتقادي أن هذه القوات هي بالإمكان لو أرادت القوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية، إذا كان المالكي أو العامري أو الفياض أو مقتدى الصدر، باستطاعتهم تحجيم هذه الميليشيات وباستطاعتهم ضبطها، ولكن للأسف الأهداف اللي مرجوة من هذه الميليشيات هي الآن في وضع تغب السلطة. نعم دكتور فاروق، كيف يمكن قراءة تحريك الكاظمي اللواء الأول قوات خاصة إلى المنطقة الخضراء ومحيطها، والذي يعني يأتي بعد أحداث الليلة 26 من الشهر الجاري واقتحام الميليشيات للمنطقة الخضراء؟ من خلال ما طرح أنه في فترة تطويق المنطقة الخضراء، لواء القوات اللي مناط بها حراسة المنطقة الخضراء لم تتحرك ولم تعمل على التصدي أو على حماية المنطقة الخضراء، والجميع حسب ما أشير وحسب ما نشر، ليس في هذه المرة، في المرات السابقة، أن هذه القوات ولاءها لنور المالكي أكثر من ولاءها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللي هو القائد العام للقوات المسلحة. ولذلك يعتبر الكثير أن هذا التحرك جاء لتغيير هذه القوات اللي ولاءها غير محسوم لصالح رئيس الوزراء، فربما يكون هذا التحريك إجا لهذا السبب.
نعم، أيضا يعني السفارة الأمريكية أكدت أن تفكيك الميليشيات أمر بات حتميا لا مفر منه، فأي سياق يمكن وضع هذا التصريح؟ أنا باعتقادي أن الميليشيات هي في البداية يعني من العام 2010 ولحد الآن الميليشيات كانت تحظى بتأييد وبدعم من السلطات العراقية وعلى مرأى ومسمع القوات الأمريكية الموجودة في البلد. يعني لم نشهد في أي يوم من الأيام صدام حقيقي أو عمليات ردع لهذه الميليشيات لما ارتكبتها، سواء يعني حتى بعد الانتفاضة، انتفاضة تشرين حدثت الكثير من الجرائم، ارتكبت كثير من الجرائم في البصرة، في ذي قار، في ميسان، في بغداد، في ساحة الاغتيالات اللي، لكن الآن في هذه الأشهر الأخيرة أصبحنا نرى نوع من التحرك. يعني خلال الأسابيع الماضية، قبل أسبوعين أو ثلاثة ما كان هذا هذه الأجواء موجودة لمطاردة أو للتحرك لتحجيم هذه الميليشيات، والدليل أن كل اللي اغتيلوا خلال الفترة الماضية لم يحاسب أي شخص. يعني أين قتلت الهاشمي، أين قتلت ريهام السراي، أين قتلت العديد ألف شهيد استشهد خلال هذه فترة الانتفاضة والثورة، لم يحقق مع العناصر الفاعلة في هذه الميليشيات أو قيادة الميليشيات. الآن ربما الآن هناك توجه فعلا لتحجيم هذه الميليشيات، لأنه خرجت عن الإطار اللي كان مرسوم لها، أو استنفذت الأهداف اللي كانت مرجوة خلال المرحلة السابقة. نعم، يعني في أي إطار سيأتي هذا التحجيم؟ ما شكل هذا التحجيم وما هي آليته؟ الذي أتمنى إذا كان فعلا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يعمل بشكل حقيقي وبيحمل من أجل فرض النظام وفرض السلطة، وللأسف هو فشل في هذا الشيء، فشل أكثر. وتجربة المرة السابقة عندما هدد بقطع الإذن، وعندما جعلوا صورته في الشارع ويدوسون عليها في البساطيل هذه وحرق صوره، هذه لم يرتكب بحقهم أي محاسبة أو أي إجراء معين. إذا كان الآن فعلا يعني ما حصل قبل 3 أيام بإلقاء القبض على أحد قادة الميليشيات، وما روج إلى الآن أنه إلقاء القبض على عدد آخر، مجموعة من 4 أشخاص في البصرة ومجموعة من 3 أشخاص في كربلاء، وربما ستطال الاعتقالات عدد آخر، إذا فعلا كان هو جاد بهذه العملية، نحن نرح يعني الكل يتمنى ذلك، يتمنى تحجيم هذه الميليشيات، لأنه هذه الميليشيات أصبح ضررها ليس فقط في المناطق في العاصمة بغداد، ولكن في عموم القطر باستثناء ربما منطقة الحكم الذاتي، منطقة كردستان. نعم دكتور فاروق، أيضا يعني كيف تقرأ موقف المبعوثة الأممية جينين بلاسكارت من هذه الأحداث وتدخلها المباشر فيه؟ وهل يعني تحركاتها منذ وصولها بغداد تدخل ضمن العمل الدبلوماسي للمبعوثين الدبلوماسيين والأمميين، وأنت بطبيعة الحال سفير سابق؟ الحقيقة الأمم المتحدة فشلت فشلا ذريعا في العراق. ربما كان في الفترة الأولى المبعوث الوحيد الذي عمل من أجل فعلا تنفيذ قرارات أو وضع صيغة حقيقية لدور للأمم المتحدة في العراق بعد الاحتلال مباشرة، وهو المندوب البرازيلي ديميلو،
واللي تم اغتياله من خلال تفجير مقر البعثة، مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2005. بعد هذا المبعوث جميع اللي وصلوا إلى بغداد، يعني عدد ربما 4 أو 5 مندوبين، كانوا غير موفقين، كانوا يحابون السلطة، كانوا يحابون المرجعية وكأنهم هم رجال دين، الكثير منهم يزور العتبات المقدسة ويتبارك في الأضرحة والكذا، وكأنه يمارس طقوس، وكأن هذا خارج عن العرف الدبلوماسي. أما هذه هي أصبحت أكثر يعني في لباسه، في زيارات، تلتقي بقادة الميليشيات أو قادة الحشد الشعبي في أكثر من مرة. أنا كتبت عدة تغريدات يعني من عام 2018 هي التحقت في آب 2018، بعدها مباشرة بدأت تمارس دور وكأنما هي موجهة لخدمة هذه الميليشيات ولخدمة هي أكثر ليست تتعاطف وإنما تتعاون معهم، وهذا غير مسموح به. لو كان هناك فعلا وزارة خارجية حقيقية تمارس دورها كانت يتم استدعائها خلال هذه اليومين. المفروض أن تستدعى مباشرة من رئيس دائرة المنظمات الدولية أو دائرة المراسم ويوجه لها إنذار، والمفروض المندوب العراق في الأمم المتحدة يخبر الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بما قامت بهذه بتجاوزات هذه غير مقبولة، هذه التجاوزات غير مقبولة. شكراً. لو حصل هذا في العهد النظام الوطني السابق، أي تصرف من هذا الشيء لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من أثينا، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي السفير فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك.